بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء وبنات طلبة الصف الثالث الثانوي، إن شاء الله نكمل مع بعض نماذج الاستاتيكا، حل امتحان الاستاتيكا الدور الثاني 2019. كنت حليت في فيديوين قبل كده، وصلت لغاية السؤال 11، هكمل النهاردة إن شاء الله من أول السؤال 11 من بوكلة المعاصر صفحة 51. طبعا مركز الثقل والمسائل المحذوفه طبعا ايه هعديها عشان الفيديو ما يطولش. نبدا من السؤال 11. بيقول لي الثرى ازدواجان مستويان على قضيب خفيف ألف باء طوله 90 سنتي، اوجد قاف التي تجعل القضيب متزن. عايزين نجيب قيمه قاف. جايب لي هو رسمة بهذا الشكل، عندي قاف بتميل بزاوية 45، وهنا بتأثر هذه نقطة ألف، ودي 40 سنتي، وفي هنا 12 نيوتن، وهنا 20 سنتي، وقوة قاف تانية هي 45 عشان ده ازدواج، وفي قوة 12، يبقى في عندي هنا ازدواج اهو، وفي ازدواج مكون من قوتين. طيب هو بيقول لي هنا لكي ايه اوجد قاف التي تجعل القضيب متزن. طيب احنا عارفين عشان يكون القضيب متزن يبقى لازم مجموع العزوم الاول بتاع الاولاني يساوي ايه العزوم الثاني ولكن باشاره ايه سالب، ولكن باشاره سالب. فعاوزين نجيب الازدواج الاول ونساويه بالازدواج الثاني ونحط اشاره سالب، يبقى لازم عزم الازدواج بتاع الاول يساوي سالب عزم الازدواج الايه الثاني. طيب بالنسبه للازدواج الاول تعال نشوف القوه دي، قوه هنا قاف وقاف، دي بتميل 45 بتميل 45. طيب لا اما نشتغل على الزاويه 45 او اجيب المكمله تبقى 135 135 علشان انا عايز الايه العمودي، عايز العمودي سواء كده او كده، تقدر تجيب العمودي باي اسلوب انت عايزه. طيب عزم الازدواج هيساوي ايه؟ هيساوي القوة قاف في عندي ايه بقى؟ البعد بين القوتين هنا ده 40 و20 يبقى 60، وعلشان تجيب انت البعد العمودي يبقى انت تعالى نجيب جاء الزاوية ايه ال 135، يبقى ال 135 هيساوي السالب اهي في عزم الازدواج الثاني بتاع ال 12، ده كان بيدور بهذا الشكل بالموجب، لكن ال 12 هتدور مع عقارب الساعه يبقى بالسالب، يبقى سالب القوه 12 ضرب البعد بينهم 20 و 30 يعني كام؟ يعني 50. معنى كده يبقى ايه؟ يبقى قاف في 60 جا 135، دي يعني جا 45 الجا موجبه في الربع الثاني، يعني ايه جا 45 بواحد على جذر 2 يساوي السالب في سالب بموجب ال 12 ضرب ايه 50، يبقى اذا اصبح هنا 60 قاف على جذر 2 يساوي ننقل الصفر، 5 في 12 بايه ب 60، يبقى اذا القاف هتساوي ايه؟ اذا القاف هتساوي 600 جذر 2 على 60، 600 جذر 2 على 60، صفر مع الصفر على 6 فال 1 على 6 فال كام؟ فال 10، يعني اذا هتساوي 10 جذر ايه 2، يبقى القوه اللي احنا عايزينها 10 جذر ايه 2. نشوف السؤال اللي بعده، دي على مركز الثقل، واحنا عارفين مركز الثقل ايه مش مكرر السنه دي. السؤال 13 برضو مركز الثقل مش مكرر السنه دي. طيب نيجي نشوف السؤال رقم 14. السؤال 14 بيقول لك اجب عن السؤالين التاليين فقط، عن احد السؤالين التاليين، يعني عايزين لا اما ألف لا اما باء. طيب تعالى نشوف كده المسافة هنا هتحل معانا كم سؤال، طب هنحلهم نشوف كده. اذا اثرت القوة قاف اللي هي مقدارها ميم سين واربعة صاد وسالب اتنين عين عند النقطة ألف التي متجه موضوعها بالنسبة لنقطة الاصل هو ايه؟ واحد واثنين واثنين، نقطة الأصل يعني واو ألف مثلا، فمش مش مشكلة يعني إيه كأنها هي نتغاضى عن نقطة الأصل عشان صفر وصفر وصفر. طيب وكانت مركبة عزم القوة قاف حول محور الصداد تساوي كام؟ 10. أوجد قيمة ميم، يبقى هو عطينا المعلومة دي بتساوي 10 عشان نجيب قيمة إيه؟ ميم. طيب نقول له نطلع القاف، القاف عبارة عن إيه؟ القاف عبارة عن ميم وأربعة
وايه وسالب 2. وسالب 2 دي مين؟ دي القاف. طيب نشوف الواو ألف أو الراء على طول، أو الراء عبارة عن إيه؟ عبارة عن 1 و2 و2، تمام كده؟ طيب عاوزين بقى نجيب إيه؟ عزم اللي إيه؟ عاوزين نجيب مجموع العزوم. تعال نجيب مجموع العزوم. لو جيت أنا أجيب مجموع العزوم حول مثلا واو مثلا، هنجيب مجموع العزوم حول واو، هي عبارة عن ر ضرب ايه قاف، عبارة عن متجه ر ضرب المتجه ايه قاف. طيب ده يساوي ايه؟ ده يساوي، تعالى نعمل أداة محدد هنا، ايه اتجاه السيني صادي وده ايه العيني، نفرغ بقى البيانات. يبقى هنا القاف الر الأول 1 2 2، وبعدين ميم 4 سالب 2. طيب تعالى لو جينا نفك هذا ايه المحدد، تعالى نشوف هيساوي ايه. هنلغي صف نلغي عمود، يبقى هيديني كده 4 كده 4 سالب 4 سالب كمان 8، يبقى سالب 12 في الاتجاه السيني، سالب 12 في الاتجاه السيني ناقص، نلغي صف نلغي عمود، هيديني سالب 2 سالب 2 ميم سالب 2 سالب 2 ميم في اتجاه ايه الصادي، زائد 4 ناقص 2 ايه ميم في اتجاه الايه العين. كده انا جبت مجموع العزوم عند واو. طب هو عطيلي هنا معلومه بيقول لي وكانت مركبه عزم القوه حول محور السداد ب 10، يبقى احنا هنساوي هنا إيه طالما ب 10، يبقى تعالى نشوف المركبه الصاديه ده اهي، المركبة السادية هنا هناخد سالب من دول مشترك مع دي، يبقى مبقت بالموجب، يعني هيؤدي ايه؟ هيؤدي ان 2 زائد 2 ميم هيساوي كام؟ هيساوي 10 اللي هو ايه اللي عليها، تمام كده؟ يبقى اذا 2 ميم هيساوي ايه؟ 8، نقسم على 2، يبقى احنا كده جبنا له الميم بكام؟ طلعت الميم ب4. الميم دي بتاع القوة دي ب4، يبقى القوة بقى نيجي ايه نعوض عنها، يبقى القوة دي بقت كام؟ يبقى القوة دي بقت عبارة عن 4 و4 وسالب 2. القوة بقت 4 و4 وسالب 2، والره معانا ايه تاني؟ نكتبها 1 و2 و2، تمام كده؟ يبقى انا عوضت كده عن ايه ميم. طيب هو قال لي اوجد ميم وخلاص خلصنا دي. ثم في مطلوب تاني بقى، ثم اوجد طول العمود المرسوم من نقطة الاصل على خط عمل القوة. عايزين لام، طول العمود المرسوم من نقطة أصل على خط عمل القوة. طبعا كلنا نعرف إن المجموع أي المجموع العزوم معيار العزوم بيساوي حاصل ضرب القوة في إيه اللام. طيب القوة في إيه؟ في اللام، أو الناس عارفينها إن هي اللام ماشي بتساوي معيار العزم على إيه؟ على معيار القوة، على معيار القوة، يعني هيساوي شرطة كسر معيار العزم اللي احنا جبناه بعد التعويض بميم. بعد التعويض بميم هو قدامي اهو سالب 12، وهنا نعوض بميم ونعوض بميم، فما نعوض بميم ايه تبقى دي 10، لان هو ايه اللي معامل السداد ب 10 جاهز، يبقى هنا 4 ناقص 8، يعني دي هتبقى بسالب ايه 4. طيب نيجي نربع المركبة الاولى، 12 في 12 ب 104 وايه 40، زائد 10 في 10 هتديني 100، زائد 4 تربيع هتديني كام؟ هتديني 16، هتديني 16 على معيار القوة. طبعا معيار القوة الجديدة احنا جبناها بقى تبقى 16 زائد 16 زائد كام؟ 4، تمام؟ هتقسم دي كده بآلة حاسبة، هتطلع معاك اللام، اذا يؤدي ان اللام اللي هو عايزه هيساوي جذر 65 على 3، وحدة طول، وحدة طول كده، يبقى احنا جبنا له ايه طول العمود المرسوم من نقطة الاصل على خط عمل القوة. ده كده السؤال ال 14 الف، السؤال 14 الف، فعشان المكان مش هيقضي لانه بيبقى جايب لك مكان تحل بس نمرة واحدة فقط. تعالى بقى نشوف ورقة خارجية نحل السؤال نمرة ب، تعالى نحل السؤال نمرة ب. بيقول لي في ب القوة قاف عبارة عن ميم سين ناقص 5 صاد، ميم سين يعني برضو نطلع له القاف، يبقى دي كده عبارة عن جيم 14 نمرة باء.
القاف عبارة عن ايه؟ تعالى نكتبها كصورة زوج مرتب، يبقى عبارة عن ميم وسالب خمسة. عند النقطة عطيلي النقطة ألف بكام؟ النقطة ألف عطهالي بستة وتلاتة، وإذا كان متجه عزمها حول النقطة باء يبقى عطيلي باء برضو عطهالي بتمانية وسالب ايه؟ واحد. فبيقول لي هنا ان متجه عزمها عطيلي العزم اهو بكام؟ بسالب اتنين. طيب في الحالة دي يبقى احنا عايزين نجيب مجموع العزوم حول باء، هو قايل لي بكام ده مجموع العزوم؟ عطولي جاهز بسالب اتنين ايه؟ باء، هو عطولي جاهز. طيب في الحالة دي انا عايز اجيب مجموع العزوم حولين باء، يعني انا اقدر اقول له ان ب ألف ضرب قياسي قاف يساوي سالب اتنين ايه؟ المتجه عين. طب ب ألف هو عطيلي ألف الواحدة وب، طب ما ب ألف انا عارفها، نجيبها كده بالاول، نقول له بما ان ب ألف هي عبارة عن ألف ناقص الب، ونعوض وهتطلع معانا سالب اتنين واربعة، سالب اتنين وايه؟ اربعة. اذا نعوض تاني مكان دي، يبقى اذا سالب اتنين واربعة في القوة قاف اللي احنا جبناها معانا دي عبارة عن ميم وسالب خمسة، الكلام ده بيساوي سالب اتنين ايه؟ عين، سالب اتنين المتجه عين. تعالى نضرب ضرب اتجاهي بقى، الاول في الاخير ناقص ده ناقص إيه؟ يعني الطرفين ناقص ايه؟ الوسطين. يعني سالب اتنين في سالب خمسة هيدي عشرة ناقص اربعة ايه؟ اربعة ايه؟ ميم. الكلام ده طبعا هيساوي سالب، طبعا ده الكلام ده ضرب اتجاه يعني في اتجاه عين، هيساوي سالب اتنين عين، عين هتروح مع العين، يعني اصبح عشرة ناقص اربعة ميم يساوي سالب اتنين، يعني سالب اربعة ميم، هنجيب العشرة الجهة التانية بإشارة مخالفة هتيجي بالسالب، يبقى عبارة عن سالب كام؟ هتيجي هنا بالسالب، هتيجي عبارة عن سالب 12. تعالى نقسم على سالب 4 في الطرفين، يبقى الميم هتساوي موجب ايه؟ 3. يبقى احنا جبنا له قيمة الثابت ميم. طيب بعد كده برضو اوجد طول العمود المرسوم من النقطة ب على خط عمل القوة. طيب عايزين برضو طول الايه؟ العمود. نفس الموضوع برضو، انا عارف ان ايه؟ ان معيار العزوم بيساوي قوة قاف ضرب لام، يعني اللام ما هي برضو إلا معيار العزم على معيار قوة. تمام، نفس الكلام هتعوض بقى عن الميم اللي انت جبتها هنا ومعيار القوة، يعني هتساوي، يعني هيؤدي ان اللام هتساوي 2 على جذر مربع التلاتة، لان دي بتلاتة، مربع دي تلاتة، ومربع الخمسة، مربع ايه؟ الخمسة، مربع يبقى تلاتة تربيع بكام؟ بتسعة، زائد مربع الخمسة 25، والاتنين دي هو يلي هو عطالي طول عمود المرسوم من النقطة ب على خط عمل القوة، ومجموع العزوم اصلا باتنين اهو بسالب اتنين، بس احنا كده كده خدنا الاشارة الموجبة، يعني هيساوي اتنين على جذر كام؟ اربعة وايه؟ وتلاتين، اتنين على جذر اربعة وتلاتين. عاوز تسيبها كده كده ماشية، مش عاوز اضرب في جذر اربعة وتلاتين فوق وجذر اربعة وتلاتين ايه؟ تحت، والرقم اللي يطلع او تعملها بآلة حاسبة او سيبها كده خلاص. طيب تعالى بقى نشوف السؤال 15. السؤال 15 جايب لي هنا رسمة بهذا الشكل، بيقول لي عندنا قوة قاف واحد وقاف اتنين، قوتين متوازيتين في نفس الاتجاه بيأثروا عند ألف وباء، عند ألف وباء، دي قوة قاف واحد، دي قاف واحد، ودي قاف اتنين. يبقى عطيلي القوة قاف واحد، دي قاف واحد، ودي قاف اتنين، وعطيني البعد ألف جيم عطولي ب14، والكل ألف باء عطولي ب56، نطرح 24 من 56 هتبقى دي 32، تبقى دي 32، ودي كام؟ 24، عشان يبقى مجموعهم هو قايل لي ب56، 2 و 4 6 3 و 2 5 يبقى 56، وعطيني البعد ده كله 56، وده ايه بس 24، طرحنا 24 من 56 جابت لنا دي 32، فهو جايب لنا القوة قاف 2 ب6، جايب لنا القوة قاف 2 بايه؟ ب6، فعايزين نجيب قاف 1 هتطلع بكام؟ طيب عايزين قاف 1 والمحصلة، قاف 1 وايه؟ والمحصلة. طيب نيجي نقول له ايه؟ طيب طالما هنا المحصلة واضح ان المحصلة هتساوي مجموع الايه؟ القوتين، يعني معنى كده ايه؟
يعني معنى كده نكتب ان اهو، يبقى اذا المحصله ح هتساوي القوه 6 دي 6 زائد قاف ايه زائد قاف زائد قاف 1 6 زائد قاف 1. طيب تعالى بقى نعمل دي 6 زائد قاف 1 نعملها رقم 1 مثلا، معادله رقم 1. طيب يبقى اذا المحصله بتساوي مجموع القوتين. تعالى نجيب بقى مجموع العزوم، تعالى نجيب مجموع العزوم، يبقى نقول 6 ضرب ايه 32، هنجيب المحصله عند نقطه تاثير المحصله يعني الجيم، قصدي مجموع العزوم، يبقى اذا مجموع العزوم للقوه دي في البعد ده هيساوي القوه ق واحد في البعد ده. يعني ايه؟ يعني نقول له 6 في 32 يساوي القوه ق واحد في مين 4 وايه في 24. من هنا يبقى نقول بآلة حاسبة، يبقى نقسم 6 ضرب 32 على 24 بآلة حاسبة، هتطلع معانا بالآلة الحاسبة ايه هتطلع 8. يبقى اذا القوة قف واحد دي طلعت ب 8، خلاص انا جبت القوة واحد طلعت ب 8. 8 يبقى عندي اختيارين، هو جايبها لي اختيار، عندي اختيارين لا اما الف لا اما دال. المحصله بقى هي الفيصل بقى المحصله. طيب نقول له المحصله ح ما هي اللي عباره عن الستة زائد الثمانية يعني بتساوي كام 14، يبقى نختار الاجابه الف اللي هي القوه 1 8 والمحصله ايه 14. تعال نشوف السؤال اللي عليه الدور، السؤال رقم 16. السؤال رقم 16 جايب لي مسألة مرسومة برضو بهذا الشكل، جايب لي قوتين متوازيتين لأعلى قاف وكاف، بيقول لك إذا كان ألف ب قضيب خفيف متزن، متزن خلي بالك من متزن، وجايب لي قوتين فوق وقوتين متوازيتين في إيه أسفل، فإن القاف بكام والكاف، يعني عايزين نجيب القاف بكام والكاف بكام زي المسألة اللي فاتت بالظبط. طيب عشان نعملها يبقى احنا عاوزين يبقى اللي فوق يساوي اللي تحت، نقول له بما ان القضيب ايه القضيب هي اختياري مش مشكله انك تكتب، بس القضيب ايه متزن، طالما القضيب متزن يبقى عندك حاجتين، ان المحصله بايه بصفر ومجموع العزوم بايه بصفر. المحصله بصفر يعني اللي فوق يساوي اللي تحت، اللي فوق يساوي اللي تحت، يعني اول حاجه قاف زائد الكاف قوتين اللي فوق هيساوي 240 زائد 180 نجمعهم صفر، 4 و 8 12 2 ومعانا الواحد 3 1 4 يعني 420. يبقى نعمل دي المعادله رقم 1، دي نتيجه ان المحصله بصفر، ان القوتين اللي فوق يساوي القوتين اللي تحت. تعال نشوف بقى مجموع العزوم، تعال نجيب مجموع العزوم حوالين نقطه ا مثلا، مجموع العزوم حوالين نقطه ا احنا قلنا ان هي هتساوي صفر، طيب نشوف بقى ان هي هتساوي كام، هتساوي كام حوالين ألف، يبقى 240 بالموجب، يبقى 240 ضرب كام ضرب البعد ده ضرب 2 زائد 180 برضو بتلف بالموجب، يبقى 180 في 180 في البعد 3 ماشي. الكاف بقى بتلف ايه مع قارب الساعة يبقى بالسالب، سالب كاف ضرب مين 3 و 3 ضرب ايه 6. الكلام ده ايه اللي هو ايه، طب احنا قلنا متزن يبقى مجموع العزوم بصفر. طيب نودي الكاف الجهة التانية ونعملها بآلة حاسبة، يبقى هنجمع دول نعمل دول بآلة حاسبة ونقسم على 6 نطلع الكاف، تطلع معاك الكاف بتساوي 170، تطلع الكاف معاك ب 170، نعوض فيه المعادله اللي فوق دي، يبقى اذا القاف هتطلع 250، يبقى جبنا له القاف والكاف، يبقى اجابه نمره كام؟ القوه 170 مفيش الا القوه 250، القوه 250 و170 يبقى اجابه نمره ج، يبقى اجابه نمره ج. طيب نيجي نشوف السؤال 17، اخر سؤال 17، لان 18 صفيحة دي ماشي مركز ثقل. طيب 18 مش معانا، يبقى اخر مسألة هنحلها هي رقم ايه 17، يبقى احنا هنحل رقم 17. بيقول لي الف ب قضيب غير منتظم طوله 100، طوله 100 يستند افقيا على حاملين عند ج ودال ماشي، وألف جنب 20 وبه دال ب10، إذا كان أكبر وزن يمكن تعلقه عند ألف هو 5 وأكبر وزن يمكن تعلقه عند ب هو 4، ثم أوجد وزن القضيب وعين نقطة تأثير. طيب المسألة دي مسألة طبعا مشهورة، تعالى لازم نرسم الأول، تعالى نرسم هنا بقى في الجنب بقى عشان إيه المسافة تكفي معانا، هنرسم ده القضيب نقول دي ألف
وده الباء ادى القضيب غير منتظم، يعني وزنه غير معلوم. وزنه غير معلوم هنحطه مثلا في اي مكان اهو، وزنه اهو ماشي. يبقى حط هنا ايه الواو. يستند افقيا على حاملين جيم ودال. يبقى احنا هنا في هنا جيم، ادى هنا حامل اسمه جيم، وفي هنا حامل تاني هنا اهو اسمه دال اهو، تمام. طيب وكان بقى، وكان ألف جيم بعشرين، عطينا دي بعشرين، وكان به دال بعشرة، هنا عشرة. إذا كان أكبر وزن يمكن تعلقه عند ألف، يبقى أنا لما جاء هنا عند ألف، تعال ناخد كده بلون تاني، لو إحنا جينا نعلق هنا كده عند ألف خمسة، إذا كان بقول لك إذا كان أكبر وزن يمكن تعلقه عند ألف هو خمسة كيلو جرام، أكبر وزن يمكن تعلقه عند ب هو أربعة. يبقى نعمل ديت، هنحل دي الأول وبعدين نبقى نعمل اللي عند دي أربعة بعدين. طيب تعال نشوف هنعمل إيه. هو هنا علشان في عملية اتزان، يبقى أنا هجيب مجموع العزوم. لو جيت هنا أعلق ثقل عند خمسة زي كده مثلا، لو جيت أعلق ثقل عند خمسة فيقوم إيه، يبقى هنا كله الحمل كله ورد الفعل هيبقى عند نقطة ايه جيم، هيبقى عند نقطة جيم. يبقى فينا رد فعل هيبقى ايه عند جيم، نسميه ريه ايه واحد، تمام. وفي هنا رد فعل تاني اسمه ريه اتنين عند مين، عند دال. طيب البعد ده كله هو طوله كله كام؟ طوله مية. طيب مانيش عارف البعد ده، لو انا فرضت ان البعد ده سين، طيب اصبح دي عشرين وعشرة، ادا تلاتين، 30 ودي سين، 30 من المية كله كام؟ كله مية، يبقى باقي 70. يبقى الحتة دي كلها 70، خدت منها سين، يبقى ده هي سين، يبقى ده هي 70 ناقص سين، ده هي 70 ناقص سين اهي، ده هي 70 ناقص السين، المنطقة ده هي 70 ناقص السين. تعال ناخد النقطة دي مثلا وليكن نون مثلا، نون سمها اي حاجة. طيب تعالى بقى نجيب مجموع العزوم حوالين النقطة جيم اللي هو قايل عليه. يبقى مجموع العزوم عندها يساوي ايه؟ يساوي صفر. مجموع العزوم عند جيم يساوي صفر. يبقى اذا واو، يبقى اذا واو دي واو ضرب، ضرب مين؟ ضرب البعد ده سين ناقص ناقص مين بقى؟ الخمسة هتلف كده، الخمسة هتلف كده، لأن ما فيش رد ريه اتنين هنا، ما فيش، لأن كأن القضيب كأنه هيعلى من هنا، كأنه هيتحرك ماشي. يبقى ناقص خمسة في البعد ده كله. البعد ده كله كام؟ البعد ده، البعد ده كام؟ لأن أنا بجيب حوالين جيم، يبقى خمسة في كام؟ في عشرين. الكلام ده بيساوي إيه؟ صفر. يبقى أصبح هنقول واو سين بس تجاوزا للحروف ماشي، واو سين هيساوي كام؟ الخمسة في عشرين بمية، الخمسة في عشرين بمية، خدها رقم واحد. طيب بالمثل تعالى نعمل الكلام زي ما عملنا هنا، تعالى نعمل. بيقول لك وأكبر وزن يمكن تعلقه عند ب زي ما عملت عند جيم، هنعمل عند ب. تعالى بقى كأن هنا هو في وزن هيتعلق هنا هو، وقيمته بقى المرة دي كام؟ أربعة. طيب في الحالة دي يبقى هنا إيه اللي يحصل عند دال؟ يبقى ريه اتنين هي اللي هتشتغل معان، وجيم دي يعني هينعدم عندها رد الفعل بهذا الشكل. يبقى تعالى بقى برضو نجيب العزوم حوالين دال، تعالى نجيب مجموع العزوم حوالين دال برضو هيطلع بكام؟ بصفر. يبقى معنى كده 40 في، تعالى بقى نجيب 40، هو نقول أربعة القوة اللي نازلة دي كام؟ هتلف كده، هتلف كده، هتلف كده عكس عقرب الساعة يعني بالموجب. يبقى أربعة، أربعة في أربعة في كام؟ في عشرة. يبقى أربعة في كام؟ أربعة في عشرة ماشي. ناقص ناقص الواو دي بتلف كده، هتلف ايه مع عقرب الساعة. يبقى ناقص واو في البعد ده احنا قلناه سبعين ناقص ايه؟ ناقص سين. الكلام ده احنا قلنا بيساوي ايه؟ بيساوي ايه؟ صفر. يبقى إذن الأربعة في عشرة بكام؟ بأربعين، هيساوي على طول هيساوي واو في سبعين ناقص سين. خلاص أنا وديتك الجهة التانية بإشارة إيه؟ مخالفة. طيب دي المعادلة رقم إيه؟ اتنين. المعادلة رقم اتنين تعالى نكتبها كمان هنا نصفها شوية، تبقى أربعين بتساوي سبعين واو، سبعين سبعين واو ناقص واو سين، ناقص واو إيه؟ سين. دي المعادلة رقم اتنين تاني. خلي بالك ان بنمره واحد واو سين بمية، ده هم بمية، ده هي بمية، بمية. يبقى اذا نكتب هنا كده، اذا هيؤدي
ان الاربعين دي هتساوي سبعين واو ناقص مية ناقص مية. المية هتروح هناك يبقى بقت مية واربعين هنا الطرف ده. مية واربعين هتساوي سبعين ايه واو. نقسم على السبعين في الطرفين في الحالة ديت. اذا الواو هيساوي اتنين، وزن القضيب هيساوي اتنين سكل كيلو ايه جرام. جابنا الواو، جابنا الواو. هو قالك اوجد وزن القضيب وعين نقطة التأثير، يعني عايز سين. طيب ما نيجي، احنا قلنا اتنين، واحنا قلنا من المعادلة الاولى اتنين سين، عوضت عن الواو باتنين، اتنين سين يساوي ايه يساوي مية. اذا في الحالة دي اذا السين هتساوي كام؟ مية على الاتنين، مية على الاتنين يعني هتساوي خمسين، يعني هتساوي خمسين. يعني معناه ايه؟ معناه ان اذا الوزن واو بتبعد كام عن ألف؟ لو لازم تقول له الألف لباء، اللي بتبعد عن ألف أدي خمسين وعشرين، يعني بتبعد سبعين عن إيه؟ عن ألف. بتبعد سبعين عن ألف. ممكن عاوز تقول تاني كام من باء، مش هتفرق إن هو من ألف أو باء. وكده يكون خلصنا النموذج، آخر فيديو في الدور الثاني، في الدور الثاني 2019، ولأن السؤال 18 ملغي. وحلينا المسائل وراعينا المسائل اللي محذوفها. ما تنساش لو كنت بتشوف الفيديو لأول مرة تعمل لايك واشتراك وتشترك في القناة ومشاركة عشان يوصلك كل جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم صالح عبد العال.